السلام عليكم، معكم مشرف نور الدين من مدينة صالح التقليدي اللي كنشتغل فيها ميدان صناعة الفخار، واللي معروفة الحمد لله اللي عندها تاريخ اللي هو كبير. كما كتعرفوا ديال صناعة الفخار بأن من العصور الأولى وهي كتشتغل ماشي اللي عندها تاريخ كبير وعريق. وكما كتعرفوا كما كنت كتشتغل شحال هذه كما دابا الآن، دابا الحمد لله تطورات ولات أن مودرن بزاف ولات فيها إبداع، وجيل على جيل أنك تطورت الصناعة هذه. يعني كانت شحال هذه كان تقريبا بحال بدائية، وكانت ما عندهاش واحد شهرة كثيرة، وكانت كما كنشوف كما ما فيهاش هذه الألوان كما كنشوفوا اللي دخلت عليها والإبداعات كاملة. لا هاد الصناعة هذه أنا دخلت لها بحال دابا كانوا شي أصدقاء اللي عندي، أصدقاء ديالي اللي حبونا هذه الفكرة هذه ديال الصناعة، وما كانوا خدامين قبل مني وانتمي مثلا لهذا الميدان هذا، يعني ماشي كوراثة، ولكن انا تقريبا اول واحد اللي بديت انا من عائلتي. انا الحمد لله راه كاين دابا الاخوان ديالي وكاين دابا اللي دخلوا على تاهي، والحمد لله حتى هي صناعه من الصناعات اللي مشرفه في هذه البلاد. هي كتحارب البطاله، اول درجه كتحارب البطاله، وهي صناعه كما كتقول الماء الناس كتسر، والانسان يعني ضروري انك تبدا من الصفر، يعني واخا انك كصناعه كأي صناعات ضروري انك غادي تثابر وتخدم وتصفي راسك عادي. فاحنا هنا كأي صناعات غادي تخدم عادي، والحمد لله راه دابا وقع دابا كاين إلمام بهذه الصناعه هذه الحمد لله، ولا الناس كينتبهوا لها ولا كتلفت النظر شويه، وعايش منها الحمد لله، الحمد لله عايشين منها. يعني باش نقولش ما نكرش النعمة ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن اش اللي قدرنا الله ان باش نعيش في الصناعة الحمد لله، حنا مرتاحين فيها، ونتمنى ان نشوفوا الناس اللي مسؤولين عليها يعني يزيدوا يرفعوا بها، لان باش ما نضاطرش كما نضاطروا في بزاف ديال الصناعات. الحمد لله دابا الحمد لله راه كاين الناس اللي التفتوا لهاد الصناعة هذه، واللي بداو كيدعموها شوية الحمد لله، بدات يكون عندها نظرة اللي هي خاصة، والحمد لله نتمنى انه يكون المزيد. المواد الاولية اللي كتكون بحال دابا اللي هي مكلفة، اللي كاين اشياء اللي كاين مكلفة، ماشي هو كفخار عادي، لان كنهضر على الفخار دابا اللي هو عصري اللي كيتقاب غالي شوية، وعلى حسب كاين القطعة كتبدا يعني كاين من 20 درهم وهي طالعة، يمكن القطعة اللي هي اغلى قطعة ما محدودش، لان على حسب دابا الحمد لله كاين القطع اللي دخلات فيهم صناعات اخرى بحال الفضه عليها بحال هذيك كتكون غاليه الثمن، لان هي اصلا كتكون مكلفه كثير، كتاخذ هي مواد كتاخذ تكلفه، يعني الانسان راه ضروري كيدير واحد الربح ديالو اللي كاين. ما نقدرلكش الثمن يعني اغلى قطعه، يعني كاين اللي اغلى قطعه راه كتفوق الثمن كثيره. بالنسبه للصناعه ديال الفخار بحال دابا بالنسبه للزوار كيشوفوها عادي، وهما اصلا كيعرفوا مناطق بحال الاسفي بحال السلاط، يعني اغلبيه هاد الصناعه هادي ديال اللي هي عصريه راه ما كيعرفوهاش الكثير، وكيشوفوا بحال يعني كيشوفوا كيساوي ما بين الاثمنه بحال دابا فخار عادي بلدي مع هذا اللي هو مودرن، يعني كيقول لك بان راه فخار يعني راه كاين تغيير كبير، وكاين فرق، كاين واحد لا ديفيرونس لا في المواد ولا في الاسمنه. ونتمنى من الشباب ونتمنى من الناس المسؤولين هما الاولى بعد ان باش يلتفتوا لهذه الصناعه باش يحبوها للشباب، باش الشباب الحمد لله ان باش تاد الصناعه باش ما تنضاطرش، وكما قلنا وباش الشباب ان يحبوها باش يلتفتوا لها حتى هما ويبغيو يحبوها ويتعلموا لها، وهي مزيانه بالنسبه للصناعه راه فيها كفن كأي حكاية الصناعات يعني كتفنن فيها والحمد لله.